الكتب والمقالات والبحوث من حولنا هي نتاج ذهني يتطلب حفظه تقديراً لقيمته العلمية ولجهود مؤلفه وحماية أفكاره ومراعاة حقوقه. وهنالك مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المؤلف على إبداعاته، وهي حقوق مالية، طبع المصنف ونشره، تحوير أو ترجمة العمل إلى لغات أخرى، جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف كترخيص أو تأجير العمل للغير. حقوق أدبية، حق المؤلف في نسبة المصنف إليه، الحق في الاعتراض على أي اعتداء على المصنف، حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، حق المؤلف في تعديل المصنف، حق المؤلف في سحب المصنف من التداول. الحقوق الأدبية تحت حماية حق المؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة 50 سنة بعد وفاته في بعض الدول. وبالتأكيد هنالك مصنفات مستثنى من الحماية، مثل الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية ونحوها، الأفكار والإجراءات وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية والحقائق المجردة، ما تنشره الصحف والمجلات من أخبار يومية. وضعت هذه الحقوق حماية لنتاج مبدعي ومبدعات الوطن والدعم لهم، وأقرت الدولة جهة رسمية لذلك، وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية. للمزيد عن الملكية الفكرية اطلع عن موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.